بتركب ايه؟ بتركب اياه عشان تروح برجليك ولا بالحمار؟ ولتبي بين مسيح بين محارة شقع، ورجعت انديت لهني، وقعنا هنا في ذنبتها، جلسنا ايامات وما ضربنا نمنا محوما ما نجد هزيل وريديك وريديك لابد نصوره معي. Yemen is one of the countries that is still on the brink of famine, and it's these people, the women and children, who are the most vulnerable. وجبتين ما ناكلهاش، ناكل وجبة ذات يعني مر علينا هذا قبل 3 أيام، يعني خلص علينا الراشن، قسينا من العشاء للعشاء ناكل. ترى يا حبيبي رفعي راسك، سريع لا توفر حتى المغذيات يعني السوائل والعلاجات الأساسية، ما فيش علاج بنادول، حق الحمى مش متوفر في المستشفى، يعني تجي المنظمات زيارات كثيرة بس ما فيش حد منهم دعم أدوية أو أنه تدعم الدعم ما يوصلش، يعني العلاجات الأساسية غير متوفرة، إذا المريض يترقد بدون علاج يعني كأنه ما ترقدش، كأنه ببيتهم.